سفر التكوين اصحاح 22 من العدد الاول. وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له: يا ابراهيم. فقال: ها انا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك. فبكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد. فقال ابراهيم لغلاميه: اجلسا انتما ها هنا مع الحمار، واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما. فاخذ ابراهيم حطب المحرقه ووضعه على اسحاق ابنه، واخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. وكلم اسحاق ابراهيم اباه وقال: يا ابي. فقال: ها انا ذا يا ابني. فقال: هو ذا النار والحطب، ولكن اين الخروف للمحرقه؟ فقال ابراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقه يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما اتيا الى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال: ابراهيم ابراهيم. فقال: ها انا ذا. فقال: لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا، لاني الان علمت انك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر، واذا كبش وراءه ممسكا في الغابه بقرنيه. فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقه عوضا عن ابنه. فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، حتى انه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء وقال: بذاتي اقسمت يقول الرب، اني من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركه واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب اعدائه ويتبارك في نسلك جميع امم الارض من أجل أنك سمعت لقولي. مبارك اسم الرب ومبارك كلمته لنا في هذا المساء. تكلم اليوم عن الله الذي يسدد كل احتياج. واحدة من أسماء الله هي يهوى يرى، ومعناها معنى يهوى يرى معناها الإله الذي يسدد كل احتياج. وتكلم اليوم لأشخاص الله أعطاهم رؤية، الله أعطاهم حلم، حلم أكبر مما دا يختبرونه الآن. تكلم اليوم لأشخاص دا يعرفون شنو هو الطريق لتحقيق الحلم، دا يعرفون وين لازم يروحون، بس المشكلة إنه هم مو فاهمين هم وين الآن، لأن واقع حالم هو تقريبا عكس الحلم اللي الله مشوفه ميانه. فاليوم إذا كانت هذه حالتك، أنا أؤمن أن رسالة اليوم راح تعمل تغيير في حياتك. قول أمين حباي. أنا أؤمن أنه وإنت في طريقك لتحقيق حلمك، أنت راح تواجه ظروف صعبة جدا، أنت راح تواجه أبواب مغلقة كثيرة، أنت راح تواجه صعوبات ومحاربات كثيرة، بس مهم جدا أنه أنت ما تفشل في مثل هذه الظروف. أمين. لأنه فشلك راح يخليك تطلع عن مشيئة الله وعن خطة الله لحياتك.
نتكلم اليوم عن إبراهيم. إبراهيم اللي دعي على أنه أبو المؤمنين. من إبراهيم؟ أبو المؤمنين. في رومية 4 عدد 16 يتكلم عن إبراهيم يقول إنه أب لجميعنا. في غلاطية 3:29 يقول فأنتم إذن نسل إبراهيم. تعرفون ليش إبراهيم دعي أبو المؤمنين؟ ليش؟ لأنه كل نواحي الإيمان ظهرت في إبراهيم. لاحظوا إبراهيم كان أول شخص في الكتاب اللي زرع بذرة الجلجثة. إبراهيم كان أول شخص اللي خلى الحطب على ظهر ابنه إسحاق وقال له أصعد الجبل حتى أقدمك ذبيحة محرقة. إبراهيم كان بهذه بهذا العمل ليقدم صورة تشبيهية للجلجثة لما عمل الرب يسوع، لأنه في يوم من الأيام ابن الله راح يخلي خشب على ظهره، راح يتسلق جبل الجلجثة وراح يقدم نفسه ذبيحة من أجلنا. بس تعرفون إبراهيم مو بس زرع بذرة الجلجثة، لكن هو أيضا أول من زرع بذرة القيامة. تعرفون الله لما يأمر إبراهيم أنه يأخذ ابنه وحيده اللي يحبه إسحاق ويقدمه ذبيحة محرقة، إبراهيم كان فاهم أنه أنا مو لازم بس أذبح ابني، لكن بعد أن أذبح ابني لازم أحرق ابني، لازم يقدم الذبيحة، لازم تحرق، لازم أحرق جسد ابني. تخيل، وهذا الجسد لازم يتحول إلى رماد. ومع هذا إبراهيم قال لخادمه أنا وإسحاق راح نروح نعبد، راح نروح نسجد للرب وبعدين راح نرجع. تخيل، هو رايح يذبح ابنه يقدمه ذبيحة، بس بالإيمان ده يقول نحن رايحين ومو راجع، لا نحن راجعين. فإبراهيم في هذه العبارة كان ده يزرع بذرة مو بس الجلجثة لكن بذرة القيامة. بعبارة أخرى إبراهيم كان يقول أنا أعرف أنه ابني راح يموت ويحرق، لكن الله وعدني بنسل، وهذا النسل راح يكون كالرمل اللي على شاطئ البحر، وأنا أعرف إذا ذبحتونه حرقتونه وجسده تحول إلى رماد، أنا أعرف أنه الله راح يقيم ابني ويحول الرماد إلى جسد وابني راح يحيا من جديد. من يقول أمين؟ هذا هو الإيمان. القراءة اللي قرأناها يقول في العدد الأول يقول وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. ماكو جملة في الكتاب صدفة، يعني ماكو جملة يعني من دون سبب. شنو هي الأمور؟ وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. شنو هي هذه الأمور؟ بعد أن ترك أور الكلدانيين، سارة تسأل إبراهيم وهي تتحمل العربة ومسافرين هما، إبراهيم وين رايحين؟ إبراهيم يجاوب ما أعرف، الله قال لي روح ولما نوصل الله راح يأشر لي، قال لي توقف. وحدث بعد هذه الأمور. شنو هي هذه الأمور؟ بعد أن انفصل عن لوط، بعد سدوم عمورة، بعد أن غادر ابنه إسماعيل في البرية، بعد أن اختطفت زوجته سارة من قبل الملك أبي مالك، بعد كل هذه الأمور اللي اجتاز فيها إبراهيم واللي يحتاج بيها في كل مرة أن يثق بالله، بعد هذه الأمور الله امتحن إبراهيم. لعد اللي قبلش كانوا بعد كل هذه الأمور الله امتحن إبراهيم. ليش دا أقول لكم هذا الكلام؟ لأنه البعض منكم يعتقد أنه مشاكله ماكو منا. نحن نسمع مشاكل الناس ومرات كثيرة ناس تجي وكأنه مشاكلها هي وبس، لكن أنا أريد أقول لك اليوم
إذا كان الله يريد يعلن لك إعلانات عظيمة عن من هو، إعلانات عظيمة عن قوته ومسحته، بعد كل هذه الأمور اللي مريت فيها رح يجي امتحان اسمه امتحان الحياة. قلوا لي يمك رح يجي امتحان الحياة. بعد كل هذه الأمور الله قال لإبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب به إلى جبل المورية واصعده هناك محرقة. هذا هو الامتحان. تعرفون معنى إسحاق شنو؟ ضحك. الله كأنه ده يقول لإبراهيم، إبراهيم عمر 120 سنة في هذا الوقت، خذ آخر ضحكة وابتسامة في حياتك، وكأنه أنا ده أفسرها، خذ آخر ضحكة أوكي، لأنه أنا راح أدخلك في موسم امتحان اللي راح تحس بينه أنه أنت مشوش، أنه أنت ضايع، أنه أنت فشلان، أنه أنت يائس. بس أنا راح أمتحنك حتى أباركك ببركة لم تختبرها من قبل في حياتك. قول أمين. ماكو شيء، ماكو امتحان من دون مكافأة، مثل الامتحانات العادية. لما تمتحن، لما تنجح تصعد صف، تنال شهادة. وهذا الامتحان يقول لك رح امتحنك حتى أباركك ببركة لم تختبرها من قبل. الله قال لإبراهيم خذ آخر ضحكة من حياتك، وبعدها خذ إسحاق خلينه على المذبح واذبحه، خذ ابنك الوحيد، بالعبري وحيد يكيد. هذه الكلمة استخدمت في يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد اليكيد. أخوتي اسمعوني، الله امتحن إبراهيم بامتحان الحياة وهو بعمر 120 سنة. ورب كلمني قال لي قول للشعب اليوم أنه كل شخص عنده امتحانات، وعنده امتحان خاص اسمه امتحان الحياة. أكو امتحانات يومية، منه اللي رايح للمدرسة وبالكلية خصوصا، أكو امتحانات يومية اسمها شنو؟ كويز. زين، الكويز، جينيفر عندها كويزات هسا، الكويزات هي للإحماء، يعني إحماء شوية حتى تحرك إيمانك، حتى ترفع إيمانك. لكن بعد الكويزات يجي الامتحان الفاينل، وهذا الامتحان راح يحدد مصيرك. وبالحقيقة هذا الامتحان راح يحدد مصير حياتك ومقدار البركة اللي تريد تنالها من عند الرب. هو محضر، بس مقدار ما تسلم بمقدار ما تنجح. في عدد 4 يقول وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. لاحظوا إبراهيم في اليوم الثالث الله قال له ارفع عينيك، انظر المكان اللي أريدك تروح له. إبراهيم بدأ، هو كان دا يعرف مكانه، لكنه ما كان دا يعرف هو وين لازم يروح بالبداية. لكن الآن باليوم الثالث وصل إلى مكان جديد في مسيره مع الرب، إنه هو صار يعرف وين لازم يروح، بس هو تايه، هو صار ما دا يعرف هو وين الآن. فإبراهيم صار بينه صار مشوش، صار فشلان، صار ضايع. واليوم الروح القدس دا يقلي انه اكو اشخاص كثيرين في هذا المكان اللي دا يشبهون ابراهيم، اللي دا يمرون في مرحلة فشل، دا يمرون في مرحلة تشويش، اللي ايمانهم دا يمتحن مثل ابراهيم. ابراهيم بعد 3 ايام وصل الى مكان الفشل، وصل الى مكان التشويش. ابراهيم وصل للمكان اللي دا يقول للرب يا رب انا مدى افهم اللي دا تعمله في حياتي. عمرك سألت هذا السؤال للرب؟ أنا مدى أفهم ليش دا يصير بي هذه الأشياء؟
يا رب أنت شوفتني حلم، أنت شوفتني شيء حلو، لكن أنا مدى أفهم الشيء اللي أشوفه عكس الشيء اللي مشوفني، يعني لهذا أنا مدى أفهم أنا وين. لاحظوا رجل الإيمان إبراهيم صار مشوش كأنه فقد البوصلة، صار يصرخ يا رب وينك، أنا متشوش، أنا ضايع، أنا فشلان، كل اللي أعرفه أنه أنا سمعت صوت والصوت قال لي اذهب، لكن أنا ما أعرف أنا وين. أنا أعرف أنه أنت بالنهاية وعدتني وعد، لكن هذا المكان اللي أنا بينه هو عكس الحلم أو بعيد عن الحلم اللي أنت شوفتني يانو. تعرفون إذا كان إبراهيم أبو المؤمنين ممكن يمر في امتحان ويتشوش ويفشل ويضيع، هذا يعني أنه نحن أيضا ممكن نمر في أوقات فشل، ممكن نمر في أوقات أنه تحس في أنه أنت في امتحان مضيع وفشلان وتعبان ويائس. كتاب يقول ثلاث مرات رفع إبراهيم عينيه. أول مرة ذكرها في تكوين 18 عدد 2 يقول إبراهيم رفع عينيه وشاف ثلاث رجال، وهذا كان رمز للثالوث. إبراهيم ركض لاستقبالهم وسجد إلى الأرض، والله أعطى إبراهيم وعد أنه رح يعطينه ابن ونسله رح يكون كنجوم السماء وكالرمل اللي على شاطئ البحر. فالمرحلة الأولى لما إبراهيم رفع عيونه نسميها مرحلة استلام الوعد، لكن بعد الكتاب يقول في تكوين 22:4 رفع إبراهيم عينيه ونظر المكان. فالمرحلة الثانية بعد استلام الوعد انك تشوف الارض، انك تبلش تطأ الارض، انك تمسك بالوعد اللي الله وعدك بينه. لكن المرحلة الثالثة والاخيرة اللي لازم توصل له هي في تكوين 22:13 لما يقول فرفع إبراهيم عينيه ونظر كبش، شاف خروف. بس انت ما راح تصل الى هذا المستوى من الاعلان انك تشوف الامور من خلال عيني الحمل، انت ما راح تحصل على ملء بركة الله في حياتك، انت ما راح تحصل على هذا المستوى من البركة لغاية ما تمر بامتحان، بفشل، بتشويش. امين. في عدد 14 الكتاب يقول فدعا ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى. لاحظوا ابراهيم ما قال يهوى يرى لما شاف الخروف. نحن عاده لما نشوف بركات الله نقول يهوى يرى، نشكرك يا رب انت تسدد كل احتياج، لما تجي لي مكافأة اشكرك لانه انت شايف احتياجاتي. بس ابراهيم ما قال يهوى يرى لما 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 شاف الخروف، لكن لما اسحاق سأله اين الخروف للمحرقة ابراهيم ايش قال؟ قال الله يرى، الله يرى له الخروف، الله يدبر الخروف، الله يسدد كل احتياج. تعرفون كل واحد من عندنا يقدر يقول يهوى يرى لما تنحل مشكلته، صح؟ يعني هذا مو ايمان، لكن انت لازم تدعونه يهوى يرى لما تكون تمر بامتحان، لما يكون عندك أسئلة ما إلى إجابات أبدا تقول يهوى يرى، لما تكون أمين في عشورك ويطردوك من شغلك قل يهوى يرى الله يسدد احتياجاتي، لما تكون أمين في خدمتك وتضطهد، لما تكون ماذا تعرف ليش أنت مريض، تعرف أنت مو لازم تنتظر تنحل مشكلتك حتى تدعونه يهوى يرى. إبراهيم دعا الله يهوى يرى لما كان أسفل الجبل قبل أن يسدد الله
احتياجاته. واليوم أحبائي يمكن أنت ماذا تعرف شون الله راح يحل مشكلتك؟ من عنده مشكلة؟ من عنده مشكلة يرفع يده؟ بس كم واحد ما عاد كم مشاكل؟ من عنده مشكلة يرفع يده؟ أوكي أوكي لا نرفع يدنا لازم نحكي. أنا ما أعرف شون الله راح يحل مشكلتك، لكن أنا أعرف أنه هو أكيد عنده حل لكل مشكلة في حياتك. قل أمين. تحتاج فقط أن تقف بإيمان وثبات أمام الرب. أمين. اليوم أنا أريدك تقول للشخص اللي يما، قل له الله هو يهوى يرى. عندك مشكلة، قل أنا عندي احتياج مادي. قل أنا عندي احتياج مادي. لو عندك، قل أنا ما أعرف شون الله راح يسدد احتياجاتي، بس أنا أعرف أنه الله هو يهوى يرى. بيتك بينه مشاكل، قل أنا عندي مشاكل في بيتي، أنا عندي مشاكل، أنا ما أعرف شون الله راح يصلح المشاكل، بس أنا أعرف أنه هو شايف وعارف ويسدد كل احتياج. أنا ما أعرف ليش أنا مريض، بس أنا أعرف أنه هو راح يسترد صحتي، لأنه هو يهوى يرى. قل أمين. تعرف إذا أنت كنت اليوم مثل إبراهيم مشوش، حس نفسك أنه أنت فشلان وما عندك إجابات على الشيء اللي يصير، أنا أريدك تعرف شيء واحد، أنا أريدك تعرف أنه الله معك. الله معك وهو لن يتركك أبدا أبدا. يمكن أنت ماذا تعرف، ويمكن أنا ما أعرف ليش دامر بمشاكل، ليش دامر بظروف صعبة، بس مهم تعرف أنه الله معك. ما افتهمت. يمكن أنت ماذا تعرف ليش دا تمر بالمشاكل، لكن مهم جدا تعرف أنه الله معك. لأنه لو تعرف الله معك مو كثير مهم اللي دا تمر بينه. صدقوني. بس قسيس أنا ما دا أفهم ليش دا يصير بي كل هذا. أنا هم ما دا أفهم، بس أنا أريدك تعرف أنه الله معك، لن يتركك أبدا 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 أبدا. قل أمين. اليوم خليني أقلكم أنه الموضوع مجرد وقت، أنه كل مؤمن في هذه القاعة راح يواجه امتحان صعب، لأنه الحياة عبارة عن امتحانات وكوزات. الحياة كلها عبارة عن امتحانات. وبعض الامتحانات ما عندك إجابات لها، وبعض الامتحانات توقف تخلي الورقة فارغة. أنت ما تعرف، حتى ما تعرف، مرات يكون امتحان صعب ما تعرف تلزم الورقة هالشكل أو هالشكل. تبدي يمين يسار أو يسار يمين. ما عندك إجابات، ما عندك وسائل مساعدة، أنت مشوش وانت شوية مجروح من الله، لانه حاس انه تركك لوحدك. بس خليني اقدم لكم نصيحة رعاوية، تقبلوها من عندي. اريد اقدم لكل واحد نصيحة. اكبر غرفة في دماغك الافضل ان تخصصها، يعني تحجزها للامور اللي مدى تفهمها. أعيد، أكبر غرفة في دماغك احجزها للأمور اللي مدى تقدر تفهمها، لأنه إذا تريد تفهم كل شيء قبل أن تثق بالله وتخدم الله، أنت ما فهم شنو معنى الإيمان. كثير أمور ما نفهمها. أنا مو فهم، بس أعرف أنه الله معي، هو معي. أنا خايف، بس هو معي. أنا تعبان، بس هو معي. أنا مشوش، بس أنا أعرف أنه هو معي. إبراهيم أخذ السكين حتى يذبح ابنه،
وحيده اللي يحبه يكيد. إبراهيم صار مستعد يذبح الشيء اللي يحبه، الشيء اللي ما مسلمه لله. تعرف لما تدخل محضر الله حقا، كل شيء غير مشابه لله، إذا أنت تتقابل مع الله، كل شيء غير مشابه لله يموت. ماذا تفهمون؟ لما تقابل الله حقا، كل شيء بيك غير مشابه لله يموت. وإذا أنت عندك أمور محببة متمسك بها، إذا أنت عندك أمور ما مسلمها للرب، لما تدخل محضر الله كل شيء غير مشابه لله ينحط على المذبح ويموت. يعني لما تدخل محضر الله حقا، مو صلي بس تضيع وقت، لا، لما تدخل محضر الله فعلا كل شيء بيك غير مشابه لله يموت. هذه الخطية، هذا القيد، هذه المرارة، هذا الماضي، هذه العادة، هذه العلاقة. لهذا لما يوحنا دخل محضر الله سقط على وجهه كميت. يوحنا بالكتاب المقدس لما دخل محضر الله سقط على وجهه كميت، لأنه لما تدخل محضر الله كل شيء ما يشابه الله لازم يموت. تعرف، انتبهوا رجاء، تعرف انت ما راح تقدر تعبد الله صح لغاية ما تعبد الله مثل إبراهيم مع سكين. يعني مو داعش، نحن نحب نعبد الله، تعرفون شلون؟ نحن خصوصا كنيستنا، نحن نحب نعبد الله ايدينا مرفوعة لفوق وايدينا فارغة، نطلب بركات. بس الله يحب انه ندخل محضره بايدنا شنو؟ سكين، حتى نقول يا رب انا جاي اعبدك، بس هذا اللي يعيق روحك انه يملأني اقطعه، هذا القيد اللي يعيق مسحتك في حياتي، هذا العمل اللي يخليني اهتم بالبركة اكثر من المبارك. وتبلش لما تدخل محضر الله صح، تبلش وانت بالسكين تقطع كل شيء غير مشابه لله. وهذا اللي الله يريد ان نعمله في حياتنا. ابراهيم اخذ السكين حتى يذبح ابنه، وهنا الله نادى قال له لا تمد يدك الى الغلام، الان علمت انك انت خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. بس كان لازم تدخل امتحان الحياة، كان لازم تأخذ إعلان عن الفداء اللي في الحمل، كان لازم تمر في مرحلة من الضياع والتشويش والفشل وعدم الفهم حتى تكون مستعد للدعوة اللي أنا دعيتك فيها يا إبراهيم. أمين حبائي، أنا خلصته. أنا متأكد أنه كل واحد منكم مر أو ديمر أو رح يمر في امتحان صعب. لو مر، لو ديمر، لو رح يمر. وأنا مريت في مرات كثيرة في 3 أيام من التشويش، من الفشل، من الإحباط، مرات عديدة في حياتي بعد هذه الأمور، وحدث بعد هذه الأمور، بعد أن اعتقدت أنه مريت بكل الأمور، الله أخذني في رحلة 30 يوم من المجهول. لما دخلت للسجن 30 يوم من التشويش، 30 يوم من الضياع، 30 يوم كل شيء عكس المنطق، عكس الحلم، وكل المنطق يقول خلص الحلم أصبح مستحيل. بس أنا موجود اليوم حتى أقول لشخص دا يمر الآن في
في امتحان صعب، انه انت مو خارج خطة الله او مشيئة الله، والله مو نسيك، لكن انت في مرحلة امتحان، انت في مكان اسمه مكان التشويش، انت في مكان الفشل الاحباط، لكن هذا الامتحان حياتك اذا تمسكت بالرب انت راح تختبر بركة حياتك، وانت راح تشوف الحمل بكامل مجده. من يقول امين؟ امين. خلينا نقف مع بعض ونصلي. هللويا. يوم ما اعرف اذا انت كنت تمر في ظروف صعبه، اليوم ما اعرف اذا ضغوطات عليك من كل جانب، ابواب مغلقه قدامك، محاربات من عدو الخير، ممكن تحتاج انه تصلي يا رب زد ايماني، زد ايماني يا رب، زد ايماني، زد ايماني. ابراهيم دعي ابو المؤمنين، تحتاج تقول له يا رب زد إيماني. تلاميذ صلوا يا رب زد إيماننا، زد إيماننا، أعطينا إيمان إبراهيم، أعطينا يا رب إيمان إبراهيم. قل يا رب ساعدنا، ساعدني أن لا أفشل، ساعدني يا رب أن لا أفشل. يمكن اليوم ده تشوف الله وعدك بأمور، الله وعدك بوعد، الله وعدك بحلم، الله وعدك بأمور كثيرة، وانت ماشي عكس الحلم، واللي دي يصير في حياتك عكس اللي مخطط له. يمكن ده تمر في ظروف صعبة جدا، بس انا اريد اقول لك، اريدك تعرف، اريد يكون عندك اعلان انه هو معك، لن يتركك، لن يهملك، عينه عليك، عينه عليك. اليوم إذا ما كان يسوع هو السيد، إذا يسوع ما كان هو الرب على حياتك، تحتاج اليوم أنه تسلمه حياتك. اليوم إذا ما كان هو السيد، إذا ما كان هو الرب، تحتاج أنه تسلمه حياتك، لأنه هو وحده قادر أن يعمل فرق في حياتك، هو الوحيد اللي قادر أن يخلصك، هو الوحيد اللي قادر أن ياخذك من المكان اللي أنت تعبان بينه إلى المكان اللي يريدك تروح له. اليوم فرصة أن تعطي حياتك، خصوصا إذا أنت فشلان، خصوصا إذا أنت تعبان، خصوصا إذا أنت يائس، فرصة أن تعطي يسوع حياتك. اليوم إذا كنت بحاجة إلى مخلص، ادعو يسوع، قل يا رب تعال، قل يا رب تعال غسلني، تعال يا رب طهرني، تعال يا رب نقيني، تعال يا رب صفيني، يا رب خذ حياتي، خلي معنى لحياتي. يمكن انت مدى تعرف ليش ده تمر بكل هذا، بس اعلن ايمانك، قل يا رب انا اعلن انه انت معي، قل يا رب انا مو فاهم ليش ده مر بكل هذا، بس انا اعلن انه انت يهوه يرى، انت الاله اللي ترى الاحتياج وتسدد أعماق أعماق الاحتياج. يا رب أنا ما أعرف ليش ده مر في كل هذا، لكن أنا أعرف أنه أنت تفتح يديك وتشبع كل حي رضا. يا رب مشاكلي المادية صعبة جدا، بس أنا أعرف أنه أنت تفتح يديك وتشبع كل حي رضا. أنا ما أعرف شو مشاكلي راح تنحل، بس أنا أعرف أنه أنت تشبع أولادك، أنه ما تخلي أولادك يعوزهم شيء من الخير. يا رب أنا ما أعرف عائلتي يا رب راح يخلصون أو لا، بس أنا أعرف أنه أنت يهوى يرى، شايف وعارف، مهتم بهم.
أنا ما أعرف ليش مريض، أنا ما أعرف شلون استرد صحتي، لكن أنا أعرف إنه أنت شايف وأنت عارف وأنت راح تشفيني. يا رب أنا أعلن إيماني بك يا رب اليوم، أنا أعلن إيماني بك، أنا أعلن ثقتي فيك. ساعدني ساعدني ساعدني، زد إيماني زد إيماني أنا يا رب، أصرخ زد إيماني زد إيماني زد اتكالي، ساعدني أخلي ثقتي بك، ساعدني أخلي ثقتي بك، ساعدني أنتظرك ساعدني أنتظرك، ساعدني أنجح في الامتحان، ساعدني يا رب أنجح في امتحان الحياة، ساعدني يا رب أنه ما أخرج عن خطتك لحياتي. يمكن عندك أمور محببة ما زلت متمسك فيها، خطايا، قيود، علاقات، تحتاج اليوم أنه تدخل محضر الله، تقول هذه الخطية طق، هذا القيد هذه المرارة، عدم الغفران، هذه العلاقة في الظلمة، اليوم اطلع من هذا المكان، كل شيء بعدك متمسك بينه ما مسلمه للرب، خلينه على المذبح، خلينه على المذبح، خلينه على المذبح، خلينه على المذبح. رب أنا جاي أضع إسحاق على المذبح، أنا جاي أسلم الشيء اللي دا حبه، أنا جاي أسلم هذه الخطية المحبوبة، أنا جاي أسلم هذا القيد، أنا جاي أسلم هذه العلاقة، أنا جاي أخليها على المذبح، أنا جاي أسلم الكل بين إيديك، أنا جاي أرفع السكين، والشيء اللي ما يشبهك لازم يموت. يا رب أنا تعبان، لو أنت تعبان، لو أنت فشلان، قل له اعترف، قل له حالتك بالضبط، قل أنا تعبان، أنا فشلان، أنا يائس، أنا مشوش، لكن أنا واثق أنه إلهي حي، أنا واثق أنه إلهي معي، أنا واثق أنه إلهي لن يتركني ولن يهملني، أنا واثق يا رب أنك تجعل للظلمة نهاية، أنا واثق يا رب أنك أنت تجعل في البحر طريق، أنا واثق أنك أنت تجعل الأرض اليابسة مفاجر مياه، أنا واثق يا رب أنك أنت حي، أنك أنت حي، أنا واثق يا رب أنك أنت راح تلمس يا رب كل أرحام وتملأها يا رب حياة حياة حياة، تلمس يا رب، تلمس وتحيي وتقيم حياة حياة، أمر بالحياة، أمر بالحياة، أمر بالحياة يا رب، مصدقينك، واثقين فيك، منتظرينك، منتظرينك يا رب، منتظرينك، منتظرينك يا رب. إبراهيم رفع عينيه واستلم الوعد، رفع عينيه واستلم الوعد انه نسله راح يكون كالرمل على شاطئ البحر وكنجوم السماء في الكثرة. وانا اريدك اليوم تعمل اليوم مثل ابراهيم، اريدك تغمض عيونك وتفتح عيونك الروحية، احنا عندنا عيون، عندنا عيون هذه عيون جسدية وعندنا عيون روحية، غمض عيونك هذه وافتح عيونك الروحية واستلم الوعد بالإيمان، استلم الوعد، استلم الوعد من قبل الرب، قل يا رب أنا أعلن إيماني، أنا أعلن إيماني، أنا أعلن إيماني يا رب أنت حي، ما تقول يكون، أنت تقول فيكون، أنت تأمر فيصير، أنت القدير القادر اللي تستطيع كل شيء،
اللي لا يعسر عليه أمر. أنا أصدق يا رب، أنا أصدق الإيمان وكذب العيان يا رب، أنا أصدق الإيمان، ما تقوله يكون، اللي تأمره يصير. استلم الوعد، استلم الوعد، استلم الوعد، استلم الوعد. افتح يديك، افتح يديك، افتح يديك، واستقبل، استقبل الوعد. قل يا رب أنا أستقبل، أنا أستقبل، أنا أستقبل بالإيمان، أنا أستقبل بالإيمان. زد إيماني، زد إيماني، زد إيماني، زد إيماني. بعلن إيماني، بعلن إيماني، شايف إلهي للسلطان، بعلن إيماني.